البيهقي هو احمد بن الحسين بن علي بن موسى الامام الحافظ المحدث الفقيه صاحب السنن الكبرى ومن مصنفاته ايضا معرفه السنن والاثار ودلائل النبوه وشعب الايمان ومناقب الشافعي وغيرها قيل في حقه ما من فقيه شافعي الا وللشافعي عليه منا إلا أبا بكر البيهقي فإن المنة له على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه توفي رحمه الله سنة ثمان وخمسين وأربعمائة من الهجرة